آخر صفتين هما 7 حاجات: عديمة الريب والرياء. الريب هنا أو الكلمة حتى في اليوناني برضو ترجمة لا تعطي كل المعنى الذي يوجد في الأصل، إنما المعنى ببساطة يعني إن واحد ما يبقاش متقلب. النهاردة يقول لك كلام ويقنعك به، بكرة ممكن عنده استعداد يقول عكس الكلام ده ويقنعك أيضا به. متقلب حسب مصلحته يتكلم. كلمة تعني أيضا شخص متغير، يعني النهاردة يبقى مبتسم معاك بكرة يبقى مش عايز يشوفك. العالم عنده الحكمة دي، الحكمة اللي فيها النفاق أو الحكمة اللي تخليك عايز تشتري اللي قدامك بكلمات كاذبة. حكمة بشرية باسم الرب يسوع، حرية من طرق العالم. حكمة العالم فيها التملق، التملق ده يعني التغير. النهاردة بتتملق بكرة، وأحيانا تلاقي النهاردة أنت كويس مع فلان صديق مصلحة عنده، ما عندكش مصلحة مش هتكلمه. ده كلمة دي في اليوناني مليانة معاني. مش حكمة أنك أنت في بيتك تعامل أولادك النهاردة بطريقة عشان مستريح، وتاني يوم تعاملهم بطريقة تانية عشان أنت مضغوط وفي العمل ده هذه ليست حكمة، تقلب. حكمة تخليك ترتاح مع الرب، فمعاملتك دائما فيها محبة عشان أنت مستريح من جوه. عديمة الريب والرياء. الرياء ده يعني تبان عكس حقيقتك أو غير حقيقتك أو أحسن من حقيقتك. ده الرياء، زي حنانيا وسفيرة كده، كان عندهم حكمة بس أرضية نفسانية شيطانية. بطرس فضح الأمر وقال الشيطان ملأ قلبكم بدل الروح القدس، عطيته للكنيسة بس عطيته عشان تبانوا أكتر من حقيقتكم، مش ده الحب اللي جواكم، انتوا مش حقيقيين. هو ده الرياء، انك تحاول تظهر احسن من واقعك عشان الناس تبقى همك نفسك. تقولي طب اعمل ايه؟ اقولك لو انا مكان حنانيا وسفيرة، طب ما ابا انا عايز ابان كده، طب ما ابا كده. اطلب من الرب اني ابا مش شخص بتاع مظاهر، ومش شخص عايز يبان بصورة لمصلحته مش لمجد الرب. ده الرياء. باسم الرب يسوع بنصلي في هذا الصباح من أجل تنقية بقى، تنقية من أي حاجة عكس الطهارة، تنقية من أي حاجة عكس السلام، تنقية من أي حاجة عكس الترفق، تنقية من أي حاجة عكس السلاسة والخضوع، تنقية من المحاباة والتقلبات، وأيضا من الرياء. وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. ونغمض عينينا كده ونقول يا رب عايزين حكمة لتخلي لساننا يجيب شفاء، أتكلم كلام يشفي. يمكن أنا جرحت حد في العيلة في البيت كتير، يا رب عايزين حكمة تجيب شفاء وتهدم ما بناه إبليس. يا رب املانا بحكمة عشان نقف بالمحبة، نهدم معا الحواجز التي أقامها إبليس بيننا. يا رب املانا بالروح القدس عشان يبقى عندنا وداعة الحكمة اللي من فوق. يا رب نقينا من أي حنانية وسفيرة جوانا، المظاهر، الرياء، حاجات اللي مش حقيقية اللي بندعي انها فينا وهي مش فينا. يا رب تعالى والمس ألسنتنا عشان نحتمل بعض، نجتهد ان نحفظ وحدانية الروح. يا رب المس ألسنتنا، افواهنا، عشان كلماتنا يبقى فيها الرحمة لمن اخطأ الينا. يا رب المس ألسنتنا عشان نعمل سلام حقيقي
واثقين أن إله السلام سيسحق شيطان الخصام تحت أقدامنا باسم الرب يسوع. سيسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعا. الحكمة خير من القوة، الحكمة خير من أدوات الحرب. والرسول يعقوب يقول اللي محتاج الحكمة اللي من فوق فليطلب من الله. اطلب من الرب النهاردة حكمة عشان يستخدمك الرب، تهدم الحصون، حصون الخصام والعداوة والغيرة المرة باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. يستخدمنا الرب بالحكمة التي من فوق لهدم هذه الحواجز التي بناها إبليس بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخوه، بين المؤمنين باسم الرب يسوع. فلنعكف على صنع السلام. مرة كمان أقول لك، لو في حد جرحك، لو في حد ضايقك، لو في حد اتكلم عليك كلمة سيئة، لو في حد أهانك، رجاء الآن بالحكمة التي من فوق صلي من أجله الآن باسم الرب يسوع. نتخلص من المرارة من الآخرين. إبليس عايزك تعيش شايل، مش عايزك تنسى. لكن اللي عطى يوسف أن يعامل إخواته كأنهم ما غلطوش فيه، اللي أعطى يوسف أن ينسى ما حدث وسمى اسمه ابنه، سمى منسى، يجعلك وانت بتصلي من أجل الذين أساءوا ليك. زي ما المسيح طرح خطايانا في أعماق البحر، تطرح بقوة الروح كل إساءة أيضا في أعماق البحر لا تعود تراها. يا رب اشفي قلوبنا من جروح حدثت لنا بسبب العلاقات. يا رب لسان الحكماء شفاء، عايزين نتكلم لأنفسنا في محضرك كلمات تأتي بشفاء لقلوبنا. جرحت شغلك، جرحت بيتك، جرحت من عيلتك، جرحت من الأب، من الأم، من الجيران، من المواقف اتحطيت فيها. قول كلام إيمان لنفسك، كلام فيه حكمة لأعماقك. قول لأعماقك كده الرب بيخرج من الجافي حلاوة، جروح اللي حدثت جوايا دي تطلع منها حاجة رائعة. الرب يخرج من الجافي حلاوة، الرب يخرج من الآكل أكس. قول لنفسك كلمات تجيب شفاء لأعماقك، قول كل الأشياء تعمل معا لخيري، حتى هذه الطعنات الرب يستخدمها لخيري. قل كلمات تأتي بالشفاء لأعماقك. قول كده رب بيحبني، ولأنه بيحبني أنا بأثق فيه وواثق ان كل حاجة حدثت سيستخدمها الرب لمجده والخيري. يا رب تعالى الى كل شخص هنا ليشفى من كل مرارة، وليكون آلة في يدك لصنع السلام، طوبة لصانعي السلام، لانهم اولاد الله يدعون. نعظمك ونباركك ونمجدك. اللي محتاج حكمة فليطلب الآن من إلهنا العظيم الذي يعطي الجميع بلا استثناء ويعطي الحكمة بسخاء.